تابعنا مع حضراتكم دلوقتي أسماء أبطالنا الشهداء في معركة كمين البرث اللي هنفضل مدينين ليهم حياة بالأمان اللي احنا بننعم فيه دلوقتي، بكل إنجاز بيحصل دلوقتي في مصر بسبب القضاء على الإرهاب بسبب تضحيات هؤلاء الأبطال. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن دور معركة البرث في القضاء على الإرهاب. معنا على التليفون لواء عادل عمدر، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. صباح الخير يا حضرتك يا فندم، وبعد التحية، يعني معركة البرث هي معركة مهمة جدا وكانت في توقيت صعب وحساس. خلينا نعرف من حضرتك أهمية هذه المعركة وأيضا دورها في القضاء على الإرهاب. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ لي، وبنفس الوقت بقول لكم كل سنة طيبين. النهاردة يعني أعياد دينية ومناسبات طيبة، وتواكب بنفس الوقت معركة من أهم المعارك اللي أخذتها القوات المسلحة المصرية في القضاء على الارهاب، اللي هو اعتقد ان هو نقطه يعني في مطاف بدايه التنميه والجمهوريه الجديده. القضاء على الارهاب كان عامل رئيسي. طبعا منطقه البرش من حيث المبدا دي كانت منطقه عباره عن منزل لاحد الابطال سيناء اللي استشهدوا، وسلمها للقوات المسلحه، ويعني كان من ضمن وصاياه ان تكون من المكان، لان هي فعلا المنطقه تتحكم على ربو عاليه، مربع البرش، مربع عاليه بتتحكم في طرق الامداد اللي بتاتي من الارهابيين الموجودين داخل سيناء، من رفح او الشيخ زويد الى الداخل او الى وسط سيناء. فبالتالي كان التحكم فيها موقع استراتيجي مهم، التحكم فيه بيقدر يسيطر على التحركات دي وطرق الامداد ويقطعها اللي بتسيطر عليه. ثم كان من الشهيد منزل قبل المهمه هو ومجموعه من ابناء قوات الطاقه المصريه وقوات المسلحه المصريه، وبالفعل تمركزوا في المكان وقدروا يعملوا عمليات يعني تدائير استهداف الارهابيين. صفوا كتير جدا من العناصر الارهابيه وتتبعوا ورصدوا وقطعوا سبل الامداد عليهم، فابتدت عناصر المخابرات الاجنبيه اللي بتدعم هذه العناصر الارهابيه انها تحاول ان تنهي هذه العمليه باي شكل من الاشكال. فبالتالي جندت 170 ارهابي لهذه العمليه، مدعومين بقى ب 12 عربيه زي ما التقرير قال، مجموعه من الاسلحه والمعدات الثقيله والخفيفه اللي ممكن يحققوا من خلالها الغرض. وبالفعل الابطال رصدوا هذه الحركه الساعه 4 فجرا، وتقدم القوات وتقدم الارهابيين من اتجاههم، وكانت العربيه اول حاجه كانت العربيه المتخخه دي اتت اتجاه منطقه البرق او منطقه المنزل، تخدم كنقطه او منطقه ارتكاز امني لقطع الامدادات. وابتدت فعلا العربيه المتخخه دي انفجرت بالقرب من المكان، وبالتالي هشمت الواجهه واحدثت فتات كده في المنشأ بتاع المنزل. ولكن هذه العناصر تعدت عليها بسرعه بعد حتى لو كانت ضمن مفرقعات تقريبا في العربيه المتفققه دي، تعدت عليها بسرعه وابتدت تتعامل مع العناصر الارهابيه اللي كانت نزلت على مسافه كيلو تقريبا وابتدت تتنقل على رجليها واقتربت من المنزل. اول ما ابتدت العمليه تحتدم والصراع يستمر، الابطال قبلوا بلاء حسن، يعني تقريبا قتلوا يعني قرابه 40، وهم كانوا يعني من 170 كان 50 واحد من المقاتلين المصريين او ابطال المصريين في هذه المواجهه يقعدوا يستمروا ويصمدوا لحتى وصل لهم الدعم. هنا بس في نقطه عايز اوضحها، يعني التقرير قال ان خلال الاربع ساعات كان الدعم الجوي جه، هي خلال 10 دقائق كان الدعم الجوي وصل للقوات، لكن هي طائرات اف 16 اتحركت من مطار العريش ووصلت بالفعل، لكن احتدام الصراع في هذه المنطقه يصعب على الطيار ان هو يستهدف، لان الاستهداف هيقطع على الكل على الجميع. وده كان بالمناسبه احد مطالب الابطال، قال لا ما يقدروش يتمكنوا مننا، لا انتوا جيتوا الكمين بالكامل او منطقه التمركز بالكامل لكي لا يصلوا الى جثثنا ولا يشوهوه، ولكن كانت دي اهميتها ايه يا فندم؟ دي اهميتها ايه؟ ان هو يعني زي ما حضرتك ذكرت كده ان هم، وزي ما احنا دايما بنقول ان في عقيده للمقاتل المصري، انا متمركز في مكاني وماسك سلاحي وهدافع لحد اخر نقطه دم، لكن ما ياخدوش حد حي وما ياخدوش حتى جثه شهيد حتى لا يتم التمثيل بيها. بالظبط، ده النصر او الشهاده، العقيده القتاليه بتاعت المقاتل المصري اللي على مدار تاريخه، ما دي ترجمه حقيقيه للمشهد ده يا استاذ شاذلي، دي فعلا ترجمه حقيقيه لصوره نقدر نقول للجميع كله، ونيجي لما ندرسها ندي نموذج بيان عملي على كيفيه يعني العقيده القتاليه المصريه للمقاتل المصري، نقدر نقول هذا الكلام. طبعا في العصر الحديث، انا بتكلم عن العصر الحديث، هناك بطولات كثيره جدا بتترجم هذا الكلام، ولكن انا بتكلم على هذه الواقعه تحديدا، ترجمه حقيقيه لمقوله النصر او الشهاده. ما حدش ياخد اي
ذره من تراب مصر او من ابطال مصر او من حتى من ضحايا الشعب المصري اجراء هذه العمليه، وبالتالي كان المقاتلين على قدر من القوه وقدروا فعلا يحجموا هذا المنطقه. كان في هدف خبيث وخفيف للارهابيين كان يستهدف يعني يافطه صغيره، مصر اعلان بسيط بيقولوا ان هم بدايه اماره سينا يحطوا يافطه على كده منطقه الشيخ زويد، لما مع لو وصلوا قانون البرص وقطعوه يقدروا يتمكنوا من الشيخ زويد يحط يافطه بس تقول ان هي دي ولايه سينا، هاي كل ده اللي كانوا عايزينه. ولكن طبعا ابناء الدوله المصريه من القوات المسلحه قدروا يقفوا من مرصاد لهذا يعني هذا الكلام الى ان وصل الدعم. وعايز اكد على جزئيه مهمه، ان عمليه التتبع والرصد لكل العمليات على العناصر الارهابيه دي يعني نجحت نجاحا باهرا، يعني تم تتبع هذه العناصر بقى من خلال القوات الجويه يستهدفون بالاباتشي الاول ثم بالقوات الاف 16 والى نهايه اليوم لما تمركزوا بعض العناصر او الطيران الهاربه ابتدوا يترصدون في اماكن الاختباء بتاعتهم، وبالفعل نهايه اليوم كانوا قضوا عليهم بالكامل، يعني تقريبا ال 170 ارهابي تم استهدافهم بالكامل، ولم يعني كان الشهداء خدوا بطارهم طحينه. صحيح. 26 شهيد مصري امام. وخلينا نقول يا سياده اللواء، احنا دايما بنقول يعني كانت نقطه فارقه في القضاء على الارهاب من خلال العمليات الاستباقيه بعدها والعمليات النوعيه المختلفه اللي شارك فيها طبعا القوات المسلحه مع رجال الشرطه وابناء سيناء في القضاء على الارهاب، وبدات العمليه الشامله سيناء 2018 واللي تمكنت بنسبه 100% من القضاء على الارهاب تماما. شكرا جزيلا سياده اللواء عادل العمده المستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه.